حتى الأكبر على تبديل. في حادثة مروعة تعكس واقع الأخطاء الطبية والإهمال في بعض المشافي الأهلية بمدينة البصرة، تعرض الشاب ياسر إلى خطأ طبي جسيم أدى إلى إصابته بالشلل النصفي بعدما كان يتمتع بصحة جيدة قبل وقوع الحادث. سويت حادث أنا بسنة 2023 بشهر التاسع يوم 7، سبب عندي كسر بالفخذ وكسر بالرسغ وبعظم بالإبهام وبعظم الترقوة. وشنو رحنا سوينا عملية بمستشفى الأهلي، شنو ما اعطونا الأشعة مال مفصل الورك، مالت الورك شان مكسور داخل بطن الحوض وما قايلين عليه، وطلعنا على رجلي لا اقدر احركها لا اقدر، مجبسة الجبس وحاطين سناد عليه واصلا هنا، والعملية سويناها تعبانة غلط وهم اللي خربوا رجلي وهسه قاعدون على الكرسي. ووفقا لشهادات العائلة دخل ياسر إلى أحد المشافي الأهلية في البصرة لإجراء عملية جراحية، وبسبب إهمال الطبيب المكلف بالجراحة تعرض لمضاعفات خطيرة أثناء العملية. تشير التقارير الطبية إلى أن الأخطاء التي ارتكبها الطبيب أدت إلى تلف دائم في الأعصاب مما جعله مشلولا وغير قادر على الحركة. أنا وابني انبعنا من مستشفى حكومي إلى مستشفى أهلي، سلعة تنشر وتنباع، هذا حال المواطن العراقي بهذا الوقت. تعرض ابني الحادث يوم 7/9/2023، انا رحت وراه استخبرت انه متعرض الحادث، رحت وراه تبعته، لقيت ابني هناك ولقيت دكتور بالطوارئ مقيم يدور يقول وين ابو هذا المصاب، قلت له انا ابوه، قال تعال، لقيت لازم الاشعاعات، ما اخذ له اشعه لليد الكف الايمن ولترقوه وللاسفل الفخذ، مالت الورك ماخذينها الظاهر وضامينها. بعدين انا عرفت هذه القضيه بالتحقيق الاداري اللي هم متفقين يعني يسوون عمليات بي، فودينا المستشفى الاهلي وخابر هو الدكتور الاخصائي، طبعا هو يجري عمليه وياه بتاخذ صارت العمليات ليش هو يعني مو يستفادون سوى. هذه الحادثه المؤلمه تسلط الضوء على الحاجه الملحه لتحسين جوده الرعايه الصحيه في المشافي وضمان حقوق المرضى في الحصول على رعايه طبيه امنه وفعاله. تكرار الحوادث الطبيه والتي ادت الى شلل الشاب ياسر في احدى المشافي الاهليه بمدينه البصره، لتكون هذه المأساة نتيجة إهمال طبي ومتعمد جعله جليسا للفراش. من البصرة مصطفى الشمري، التغيير الفضائي.